الطاقة الشمسية. والله برنامج ممتع ومفيد، نحن نقدر يعني تعلمنا أشياء ما نعرفها من قبل، نقدر نخدم بلدنا فيها. عادل عبد الغني. عادل، انت اول مره شارك؟ لا، ثاني مره. شو رايك صيف تحب؟ برنامج واد ممتع وزين. شو تسوون في ورشه الطاقه الشمسيه؟ نركب سيارات طواحين ورادارات بالطاقه الشمسيه، تتحرك بالطاقه الشمسيه. شو تنصح لمشترك؟ انصح كل واحد لهالبرنامج لانه برنامج واد مفيد وممتع.